أنسة وردة. أنسة وردة؟ يعني حاجة بقى لك أنسة، إيه ما الكلفة بيناتنا؟ نحن زملاء. أنا بحب الكلفة. أنت بتحب الكلفة، طالما أنت بتحب الكلفة وأنا بدي أصير حب الكلفة. صباح الخير يا أنسة وردة المحترمة. صباح الفل والياسمين والزنبق يا مدموزيل وردة الموقرة. خلاص خلاص بكفي أستاذ سالم، شكرا بكفي. حاضر. مين حاطط هالبقى هون؟ مو أنا. مين؟ مو أنا. مين لك؟ هذا المراجع اللي كان هون امبارح، احتار كيف بده يشكرك، قام جاب لك هالوردات هدولي. نسيم؟ ايه نسيم. مزوق هالشب. شايفك انبسطتي ببقت الوردة اللي جاب لك اياها نسيم. وليش لحتى ما انبسط؟ حدا بينهدى هيك بقى وبيزعل؟ ايه انتي؟ انا؟ ايه انتي؟ امبارح هديتك وردة احلى من كل هدول الوردات وما قبلتيها. هديك شي وهدول شي تاني. شلون يعني؟ ولا لانه هي من نسيم؟ هدول بيعبروا عن ذوق صاحبهم ولطفه، اما هديك بتعبر عن قلة ذوق صاحبها وغلاصته. غلاصته؟ شو هالغلط هاد؟ ما عليك كلمة حلوة بنور. نور؟ ما قلت لي، ليش ما استناني نسيم وقدم لي الباقة بنفسه؟ نسيم خاف لتخجليه، حاكم هو حساس كتير وما بيحب الخجلة نسيم. فعلا، كان باين عليه حساس ومرهف المشاعر. أنا لازم أتشكره على هالباقة. وين بدك تشوفه؟ معاملته لسه ما خلصت ولو مرقة لعنا. ليش انا شو قلت؟ ما قلت شيء. خلص حبيبتي امسحي دموعك قومي روحي لعند جوزك، عم تسلمي منه وصالحي. انا اعتذر منه، انا شو انا غلطانه ولا هو؟ انت انا الله يسامحك يا سلوان. انت اسئلتك اللي بلا طعمه والزايده هي اللي عم تخليك زب عليكي. انا ما قلت لك لا تسالي اسئله كثيره؟ اكيد امبارح متقلي عليه بالعيار لحتى انقهر منك وقال لك الباب يفوت جمل. مهما كانت قايلت له ما بصير الا الباب يفوت جمل. شو قاعده مزريبه؟ ساميه عيريني سكوتي. تصفلوا انتم حري. استهدي بالرحمن وروحي لعند جوزك واعتذري منه. انا ما بدي اعتذر منه، انا لشو سويت؟ طيب لا تعتذري، روحي صالحي بدون ما تعتذري منه. غني هو يجي صالحي. برافو عليكي، لازم يجي هو صالحي ويعتذر منك كمان. لك شو هذا الباب يفوت جمل؟ ها ساميه، ها سكتت. الكلام بالنور تحوي عصبيه عصبيه. السلام عليكم. اهلا وسهلا. تفضلي. لك الشميلة شو عجمية انتي؟ الله يسلمك. تفضلي ولدي خانو. شكرا يسلموا اليدين. انتي ياتك تشربي مي؟ تفضلي. شكرا. لك احلى ولدي حبوة انتي. تفضلي. يسلمون. لك يسلم لي الشنبر تبع الكشف تبعك انا. تفضلي تفضلي انسة وردة. شكرا. ناديا اشربي هالقهوة وروقي. ليش بها ناديا؟ يا ستي ما بعرف، رح تجيب المرض لحالها. ليش بشو عم تفكر؟ هيدا يا ستي شاكة انه جوزها عم بيقابل وحدة غيرها. شايفة عادة الشك درجة كتير هالايام، كل النسوان عم تشك برجالها، شو القصة؟ ليش مين غيرها عم بيشك بجوزه؟ الست منال مرت الاستاذ سالم اللي عندي بالمكتب. شو عم بتشك؟ يعني قصدي في شي بينك وبين الاستاذ سالم؟ فشر، انا لما بدي حب رجال بحب رجال يكون خرج مثل ما بيقول المثل، إذا حبيت حب أمير، مشان إذا عيروك تستاهل التعيير. ما بحب واحد مثل هاد نص دكة. والله حكياتك عسل، يعني دخلوا على قلبي من جوا، فتحوا قلبي وفاتوا قعدوا. حضرتك برج الجوزاء ما هيك؟ والله والله تستاهلي أمير. ميرسي. هلأ جوز الست نادية خرج الوحدة تعمل معه علاقة؟ يعني هو ما شبه شي، طويل أسمر يعني مهيوب. لكن شو اللي عاجبه بنادية؟
شو بعرفني؟ القلب ما يهوى. على قولة المثل كل قمحة مصوصة لها كيال أعور. إذا هيك ما حق تخاف علي لكن. إذا قلنا بدي وقية لحمة ب75 وبدي ربطين معكرونة ب50 صاروا 70 ليرة قطرميز مية بندورة. قديش بصيروا؟ 5×5 7×5 12 7×19 195. ما بيمشي الحال، ما بيكفوا المصاري. أحسن شي غير الأكلة. شو بدي أطبخ له؟ شو بدي أطبخ له؟ شو رح تطبخ اليوم؟ أنا جوزي بده يجيب معه كباب مشوي جاهز من السوق. ودي على حظي. وانتي سمار؟ أنا عندي أكل من مبارح، بقياني شوية محشي، هلأ بقلي شوية بطاطا وخلصنا. شو كل يوم بدي أطبخ لي طبخة؟ يعني ما استفدت منكن بشي. بشو مع صلجة معك الحسابات؟ بدي طبخة تكفيني اليوم وبكرة ب150 ليرة. إيه ما عاد في منها هالأكلة، بطلت. تعرفي؟ اطبخي مجدرة. امبارح غديتهم مجدرة، شو كل يوم بدي غديهم مجدرة؟ بعدين كيلو زيت صار حقه بلاوي، وجوزي بده ياكل اليوم لحمة. وين المجدرة؟ وينها؟ عند الست ليلى على المرح. مرحبا ست ليلى. نعم، شو بتريد؟ ما عندنا مجدرة. طولي بالك، ما بدنا مجدرة. هلا شو بدك؟ بدي صعيل المدير بعت لك هدول المعاملات. خلص وصلوا، الله معك. وليش عم تنتوري فينا؟ اخي انت ما وصلت المعامله. ايه خلص كتر خيرك، لسه في لك شغل عنا شيء؟ لا. ايه الله معك. انا صعيب، المدير بده المعاملات تكون جاهزه بعد ساعه عنده بالمكتب. ايه حاضر. استاذ سالم صحيح مثل ما سمعنا؟ وشو سمعته؟ يلي عم بيقولوا. وشو عم يقولوا؟ ينقال قواله قال بدك تتجوز على مرتك. عن جد؟ هيك عم بيقولوا. ومين اللي قال؟ ما بقدر اقول لك، لانه اللي حكت لي حلفتني 100 يمين انه ما احكي لحدا. طيب وما قالت لك شو اسم العروس؟ بلا، القاسي ورده اللي معك بالمكتب. عن جد؟ هيك عم بيقولوا. معناتها لروح خبر مامي. اسمع، لسه في خبر تاني، مشان تروح تخبرها الخبرين سوا. ليش لسه في خبر تاني غير الخبر الاولاني؟ عم بيقولوا ينقال قواله انك انت طلقت مرتك مشانها. مزبوط. مين اللي قال لي؟ صعي انت ما بتحسني تقولي مين اللي قال لك، لانه اللي قال لك محلفك ما تقولي لحدا. لروح خبر امي بالخبرين. هي ثالث مره بتسكر. ثالث السبات اكيد بده يطلقني، ما في مجال. منال، هالمعامله تاشيرتها من عند جوزي، اخذ له اياها انا ولا بتاخذي له اياها انت؟ طبعا خدي له اياها انت، ما احلاها وهي اخذت له اياها حتى يكبر راسه. ساميه، لا تصبي على الزيت نار. لا بدي صب لا نار ولا فار، تصطفلي منك الها حراق. منال، قومي خدي المعامله وروحي لعند جوزي، وانا واثقه ان الامور رح ترجع بيناتكم طبيعيه، وبجوز لما يشوفك بمكتبه يحس بغلط ويعتذر لك. معقوله؟ ليش مو معقوله؟ كل شيء معقول. بعدين حتى اذا ما اعتذر لك فاكيد روحتك لعنده رح تحل الامور بيناتكم. بس ما عمني وراح لعنده. خير شوفي. دخيلك أنسة وردة، دخيلك لحقيني، خرست ايدي بالخرازة والدم عم يسرح ويمرح فشر لك الدم. الله يسرحك، ما تنتبه. دم بلش بدوخ انا، ما بس تشوف الدم بدوخ. ما في شيء. عم دوخ انا، لحقيني. هاي محرمة بتكبسها منيح بنقطع الدم. لحقيني. سالي جوزك يا حبيبة عمتك. شو بقى اصبعتك حبيبي؟
متخاصين مع بعضنا وما بنحاكي بعضنا. شو بدك تحكي معه؟ ماشي الحال، انا بورجيكم. درويش يا درويش يا بطيخ درويش. نعم استاذ. وينك؟ ساعة بدي ضل عم نادي لك. مو استاذ، مسك هاي القرارات بتوزع على الموظفات وبتبلغهم انه الاجتماع عندي بالمكتب الساعة 12. حاضر استاذ، بدريتي استاذ. لا سلامتك. لك الله يديمك فوق راسنا وخلينا ياك يا استاذ كلونيا. لا لا، روح سكر الباب وراك. حاضر استاذ. موجود؟ موجود. في حد عنده؟ لا. يعني فيني فوت لعنده؟ بإمكاني كومبليت. ادخل. دخيلك يا أستاذ جميل، دخيلك دبرني مالي غيرك. خير يا مدام منال، شو القصة؟ جوزي سالم بتعرفه؟ مات؟ لا شو مات، بعيد عن قلبه. وردة وردة يا أستاذ، حاطط طبالة بطلشة مني مالي غير والله بموت. الله يخليك بسكينك. تفضلي تفضلي اعديني، تفضلي احكي. تفضلي تفضلي تفضلي. هلا شرفي احكي لشوف شو الموضوع. وردة يا أستاذ، وردة بدها تخطف لي جوزي مني. شو بعمل؟ قال لي دبرني شو ساوي. اعديني 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 اعديني. حاضر احكي لشوف. هلا احكي يلا شو الموضوع؟ صرت أكثر من مرة يا أستاذ أفوت على غرفة سالم جوزي بلاقيها قاعدة بجنبه لافة بجنبه. اللي شو عمل؟ حاطط طبالة بتطلشه مني. اللي شو ساوي؟ اللي شو عمل؟ بسيطة يعني، بفهم من حكيك إنك أنت غيرانة على جوزك من وردي. ما؟ إيه طبعاً بدي غار، عم بقول لك لازقة بجنبه. معقول ما غار؟ عظيم، رائع، مدهش. شو هاد؟ يو عم بقول لك جوزي رح يطير مني وقاعدة بجنبه، بتقلي عظيم ورائع وشو هاد؟ شي جميل كتير يا مدام منال انه المرأة تغار على زوجها. انا اسمحي لي هنيكي، لا هني السيد سالم فيكي، لانه انت قدوة، انت مثال للمرأة المثالية. انا كتير مبسوط منك يا مدام منال. على شو مبسوط يا استاذ؟ عم لك جوزي، جوزي رح يطير من ايدي، رح طفي بالشبارة. مثل اللي مبسوط وما مبسوط. لا لا طمني، لا رح يطير ولا شي. بس اذا ضلت وردة معه بالمكتب رح تطير ويطير معه كمان. لا لا يا مدام منال، انا بختلف معك. الحقيقة زوجك سالم رجل كتير اخلاقه عالية واكابر، وما بعتقد واحد عنده زوجة مثل حكايتك بتغار عليه ما عم تفتل. ممكن يتركها ويطير مع واحدة تانية. فتلي. بس وردة مثل ما بتعرف يا استاذ يعني حلوة ماشي حالها، وانت بتعرف انه رجال مالن امان. لا لا يا ست منال، لا مين قال انه رجال مالن امان؟ هي كلها اشاعات وكلام مغرض ضد الرجال هذا. لا اكيد اي رجل زوجته بتهتم فيه وبتغار عليه رح يكون له امان ونص طبعا. ما عم تفتل، بالعكس بالعكس، انت طالما بتغاري على زوجك لا تهكلي همه، ما رح يطير، رح تتقصوص جناحه. فتلي. طيب ليش ما بتريحني استاذ ومن بعد النار من عند البارود؟ شو نار وبارود؟ الله يسامحك يا مدام، شو هي معركة؟ ايه معركة وحامة كثير يا استاذ، يا انا بربح فيها يا هي اللي اسمها وردة. لا لا لا، وردة مهذبة ومؤدبة واخلاق عالية وما بدها تحاربك، بالعكس بدها تطبع معك وتعيشوا بهدوء. وفتلي. طيب شو رأيك؟ تنقلها محلي وتنقلي انا محلها؟ لا ما بيصير يا مدام ما بيصير. ليش ما بيصير؟ طبعا ما بيصير، لأنه انت بالمحاسبة وهي مع زوجك بالدراسات، ما بيصير ننقلها على المحاسبة ونجيبك على الدراسات. طيب انقلها لحي محل، انقلها على الذاتية، انقلها على الديوان، انقلها على جنينة، على السطح العين، على الله يخليك. طيب 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 طيب، روحي انت هلا روحي، وانا ببعت خبر لزوجك وبحكي معه وبنتفاهم ان شاء الله. تلي عفوا مدام منال، يا ريتك تضلي تغاري على زوجك. ايه ايه ما كان لازم تروح لعنده، هلا رح يكبر راسه، إذا بده يصالحها رح يبطل يصالحها. لا منيح يلي راحت، روحتها ممكن تحل المشكلة بسرعة. طمنينا شو صار معك؟ صالحت؟ لا. قلت لك لا تروحي، ما سمعتيلي، قلعك ما؟ خرجيك. سامية سمعينا شوي لنعرف شو قصة. إيه منال احكي لي شو صار معك؟ شو مالك مصدقني أستاذ؟ عم لك هذا اللي صار. يعني وردة ما عم تهم حواليك مشان تخطفك من مرتك؟ يا ريت يا استاذ تهم علي وتخطفني من مرتي، كنت انا اسعد انسان بالعالم. عيب الحكي يا استاذ سالم،
صرت قد الشمتير عيب. استاذ انا عم بحكي الحكي من حرقه قلبي. وشو اللي حرق لك قلبك؟ مرتي. شو بقى؟ استاذ منقص علي عيشتي، بتغار علي كثير، اذا قدمت لقدام بتغار علي، اذا رجعت انا ري بتغار علي، اذا رحت لهون بضل محاصرتي من نظراتها. تصور استاذ لما بقابلك بتتزاول منها كثير ما بطيقك رح تجنني. معك حق تشم، بس من الفرح يا دب. في احلى من انه الواحد يكون عنده زوجه بتغار عليه، بتخاف ليطير مع ما عم تفتيل، بتخاف ليطير مع وحده ثانيه. انت غلطان يا استاذ سالي، زوجتك مو عم تنغص عليك عيشتك، بالعكس عم تنغنش لك اياها، عم تأجج لك حياتك. هلا مباشره بتقول عندها بتعتذر منها بكلمتين حلوين، بتطلب منها الصفح، فهمت؟ ماشي استاذ. لا 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 بدي اسمع شو بدك تساوي. قول. هلا بقول عندها بعتذر منها بكلمتين وبطلب منها الصفح. ايوه ماشي، بس بشرط استاذ. شو هو استاذ؟ بتخلي وردي عندي بالمكتب، ما بتاخذها ولا بتجيب لي مرتي. موافق. مرحبا. شلونك انتي لحالك؟ اهلا وسهلا استاذ سالم. المهلي كيفك انت؟ الحمد لله، انت شو اخبارك؟ منيح. وينك وينك؟ وينك مع فيني؟ انت صلك زمان ما طلعت علينا، شو قصتك؟ شو رايكم تشربونا قهوة؟ مو على عيني؟ تسلم عيني. احلى فنجان قهوة اللي بيكون عندك. درويش ثلاثة قهوة. كرانيا اهلا وسهلا. مرحبا. كيفك؟ طب ما ترد علينا؟ ارد علينا.